وضعية سيئة. احنا اكوستو 99% فريق كله أواسط. للأسف وضعية نادي مولودية سيئة. بدينا الموسم متأخرين بعد انسحابين في الكاس وفي البطولة. المباراة الأولى خسرنا بالانسحاب. لما تكون بداية سيئة بدينا في شهر نوفمبر ما درناش تحضير ما درناش عودة وزادت تراكمة المشاكل وانتم تعرفوا الأساس هذا. لكن مولودية الجزائر وسحب يعيش وضعية سيئة. إن شاء الله حتى لو يكون ينزل أنا نطلب من المسؤولين بسهولة تعاود ترتيب الأوراق والفريق ممكن يعاود يرجع إلى 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 مكانه الأصلي إن شاء الله. هبطنا لدوزيام ديفيزيون للأسف فريمون للأسف باسكو مام حنا ملي كنا صغار شغل هذا هو كان الراف تاعنا اللي عايشين فيه. فاصلا تقدر تقول أنا عايشين في الراف مي شوية ماشي كومبلي. ربحنا اليوم مي لينا ربحنا لينا ماشي لحتى حاجة باسكو أنا معاهم. شوفوا فينا الله هذه برك شوفوا فينا وحسوا بينا واش انا نجوزوا هذه هي شغل دوكا نبدا نحكي دوكا ما نسكتش. شوفوا فينا وعاونونا حسوا بينا باسكو والله انا ماشي برك من كوتي تاع الفني ولا كوتي تاع اللاعبين ولا كوتي كلش هم الفوق الثاني راهي مخروبه كلش. شوفوا فينا برك واش نقول لك المقابله نتاع اليوم يعني مقابله تاع دو مال كلاسي يعني تسمى شغل واش نقدر نقول لك دو مال كلاسي واش تسنى في الماتش هذايا. حنا ديجا رانا حبطنا صافي بيان لونتون On est en train de préparer la saison prochaine, puisqu'on a un labo beaucoup plus avec des jeunes. On a des jeunes, demain, c'est bon, plus tard. On a des jeunes, 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 on a des jeunes.